هذا وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال ملك البلاد المعظم في الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله الفاتح بن محمد بن سلمان ال خليفة رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسماءيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين في سباق 3000 متر موانع للسيدات بدولة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أعرب سموه في برقيته عن بالغ والاعتزاز بهذا الفوز المشرف الذي تحقق لمملكه البحرين في هذه الدوره الاولمبيه الدوليه والذي جاء بفضل رؤى ودعم جلالته اللامحدود لجميع القطاعات الرياضيه في المملكه داعيا المولى القدير ان يطيل في عمر جلالته وان يديم عليه موفور الصحه والعافيه